كذا حسون حافظ السلام الجمهوري العراقي موطني موطني هاي مخطط لها لغرض إهانة يعني العراق مين هذا؟ باوع من يحكي بسمعة العراق؟ مهدي اللي كل ما يروح القطر يقلهم لأن ما جينا بطولة في قطر وطلعنا فاضيين الأيدي بحيث ماكو بطولة اشتركنا بها إذا ما خلانا نبلع برياقنا من وراء زحف الرئيس الدولة المستضيفة للبطولة هم اللي تقول له يا أبي أنت ما جاي تمثل نفسك أنت رئيس رابطة اطلع منها اطلع منها انطيها لغيرك وروح مرغل روحك بالسيان يقول لك هذا هو من يقدر ياخذ خاطر الطيحة هذه ما يقدر ياخذه مو بس هو أكبر واحد ليش تقرب على هاي ها مالتي هاي حصتي ما أعطيها من النبوط من الدولة منين لا من الجماهير العراقية الأبطال هاي الجماهير تحبني ومطين رأس الرابط للموت اي مو هي تربية الرمادي وما حد يقدر ياخذها حتى تنطيها الحلبوشي الحلبوشي اللي ما احكي الا بكسر الظهر وزيان الشوارب طقوا له سفن وديحوه وجردوا ملك المناصبه تجي انت مكيف براس الرابطه وما تريد تنطيها ابو صالح خوي انت ترى نايم ورجلك بالشمس واحب اقول لك المي مشى من جواك وراح وقتك وهسه الحكي امر سوله بالقوزي اللي استلم الرايه وصار المشجع رقم واحد المنتخب اللي خسر بلده مهدي الكرخي صار له 42 سنة يزحف ما حد لبس زوج جواري لا تخلوا الرسول بالقوزي بطريقة لأن بس يشوف احتمال كبير يفشه لأن هو بلا شيء يقول ما انطيها مو انه بيشوف الأمير القطري ينطي عباته شو لازم نقول المطلب الكبير الشعبي سمون عشرة بلس وكاظم الساهر هذا خلط بس يعني بس انت كاظم هو سعدوني والله هو انت هواي بيك شبه من ابو سام حتى حركاتك ورومانسيتك ويا المنتخب تقول حبايه مكسومه نصين مو بعيده يختاروك سفير النوايا الحسنه او ينطوك لقب القيصر مهدي الساهر زين كنكن منو راح تشبهه فاضل عواد لو بنصره البدر لين كنكن وجهه صدق خير وبدر على لاعب المنتخب الوطني يلا 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 علي حمادي قوم فريح بلادي لا ما شاء الله كان رجلي حيل خضر على المنتخب بحيث بس قال يلا 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 يقول لك بسبب هاي السندانة سامة رشيد صار الأسبوع يدق على سامة قفطان يريد يمثل دور سالم مكان غسان بالمناسبة مو بس كان وجه خير كان على المنتخب لا داك يا لعبة حضرتي اليابان اليابان هذا وجهي خير شباب كل اللي لعب وقور والله مية 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 شكرا شكرا بصراحة انت قصتك كلش خير بالله السليس معكم مو عبارة صبوحة لاعبة والية ماي لو مدربة الفريق النسوي ما أدري انه صبوحة نائب سابق وما شاء الله هم رجلها خضراء بحيث أول ما رددت القسم بال 2014 دواعش طبنا حفاي